خلينا مع حضراتكم النهارده يعني كمان على مستوى الصحف العالميه، الصحف العالميه اللي تابعت طبعا اليورو من خلال الشهر اللي فات، وكل الصحف العالميه كمان كانت بتتفرج امبارح على النهائي ما بين انجلترا وايطاليا، وكان النهارده ردود افعال كبيره جدا جدا. تعالوا مع حضراتكم نشوف الصحف العالميه قالت ايه عن نهائي يورو 2020. اكيد اكيد طبعا مع حضراتكم، يمكن اللي هنركز على طبعا الصحف ما بين الفرحه الغارمه والسعاده الكامله وما بين الحزن والانكسار. طبعا الفرحه الكبيره كانت على مستوى ايطاليا وعلى مستوى المنتخب الايطالي. هنبدا بالصحافه الايطاليه وتحديدا صحيفه لا جازيتا دي سبورت، ركزت طبعا على تتويج منتخب ايطاليا بلقب اوروبا 2020 طبعا بعد الفوز الكبير على انجلترا بضربات الترجيح في ويمبلي معقل الكره العالميه. كتبت هذه الجريده: ايطاليا بطله اوروبا 2020، جيد جدا وانا بقول امتياز. لسه مع الفرحه الايطاليه وصحيفه كورير ديل سبورت قالت: جنون في ويمبلي، نحن ابطال اوروبا، انها لنا. فعلا كان فرحة كبيرة جدا جدا على مستوى الجماهير في ويمبلي، وفرحة كبيرة على مستوى الحصول على بطولة كبيرة 2020 بنكهة إيطالية. لسه في إيطاليا تحديدا صحيفة توتو سبورت اللي خرجت بعنوان بتقول: نحن فقط. نحن فقط معناها احنا وبس، احنا بس ايطاليا. الصحيفة احتفلت بمانشيني طبعا اللي وصفته بانه ملهم عظيم، وكان واثق دائما بقدرة إيطاليا على التتويج بلقب أوروبا 2020. طيب من الفرحة والسعادة أكيد على مستوى المنتخب الإنجليزي والصحافة الإنجليزية كان في طبعا حزن كبير جدا وخيبة أمل. نروح للصحافة الإنجليزية تحديدا صحيفة الجارديان اللي يمكن تطرقت للحديث عن خسارة المنتخب الإنجليزي نهائي يورو 2020 أمام المنتخب الإيطالي، وكتبت: حصرة الأسود الثلاثة تسقط في نهائي قاسي، وإيطاليا تحقق البطولة بركلات الترجيح. طبعا على مستوى الصحف الإنجليزية يعني صحيفة يعني بتصف طبعا حزن المنتخب الإيطالي. في كمان على مستوى الصحافة الإنجليزية جريدة صن الكبيرة بتقول يعني فخر الأسود، وإنجلترا تخسر بركلات الترجيح مرة أخرى، لكن لا تبالوا يا أصدقاء، كأس العالم السنة المقبلة، في إشارة طبعا الى تجديد الدوافع. واحنا بنتكلم كمان على مستوى، خلينا نتكلم ان كمان الصحف الانجليزيه كانت دايما سبورت للمنتخب الانجليزي في كل مراحل اليورو، والنهارده كمان صاني الانجليزيه بتعمل سبورت كبير جدا لفريقها وبتقول لهم بما معناه خلاص بصوا لقدام، وعندنا بطوله كاس العالم القادمه ممكن جدا نحقق فيها اللقب او نوصل لابعد نقطه. طبعا هنسيب بقى الصحافة الإنجليزية بحزنها والصحافة الإيطالية بفرحتها، ونشوف طرفي النهائي ونروح لصحافة يمكن الفرق اللي خرجت من بدري في هذه البطولة. هنبدأ مع أسبانيا بماركا الأسبانية. ماركا الأسبانية ركزت على تتويج طبعا منتخب إنجلترا بلقب أوروبا 2020، وكتبت: إيطاليا تقتحم معبد كرة القدم الإنجليزي وتخطف طبعا وتخطف لقب اوروبا. دي اشاره طبعا ليها ان كمان على مستوى فوز المنتخب الايطالي كمان في معقل يعني زي ما بيسموه معبد كره القدم الانجليزي ويمبلي، طبعا من الاستادات العظيمه جدا. ويمكن الجريده الاسبانيه اشارت ان المنتخب الايطالي اقتحم هذا المعبد وقدر يفوز ب 2020. سبورت الأسبانية كتبت: إيطاليا بطلة أوروبا بضربات الترجيح. لسه في أسبانيا ويمكن زي ما أقول لحضراتكم الجريدة اللي قدامكم بتقول إن طبعا فاز المنتخب الإيطالي بهذه البطولة بالفوز على إنجلترا بضربات الترجيح. من أسبانيا نروح لفرنسا، يمكن فرنسا كمان كانت من الأكيد من الفرق اللي كانت قبل البطولة مرشحة بقوة، بطل العالم كان مرشح بقوة، لكن طبعا خرج من دور الثمانية. وركزت صحيفة الكيب على تتويج منتخب ايطاليا بلقب اوروبا 2020 على حساب انجلترا بضربات الترجيح، وكتبت: لا يقهر المنتخب الايطالي، لا يقهر. وده صحيح، يعني لو شفنا من خلال يعني كل المباريات اللي يعني اللي خاضها المنتخب الايطالي، اعتقد هو زي ما بقول لحضراتكم منتخب
يمكن منتخب كبير جدا جدا ظهر بصوره رائعه. قليل من الناس كانت يمكن بترشح المنتخب الايطالي حتى للوصول لدور المربع الذهبي مش الحصول على البطوله، لكن الاداء والروح القتاليه العاليه، وده اللي بيميز كمان المنتخب الايطالي، الروح العاليه الكبيره جدا اللي كانت موجوده ما بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، ده كان ليها اثر كبير جدا جدا في حصول ايطاليا وصولها للقب بطوله يورو 2020.